أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. السلطنة والولايات المتحدة تتفقان على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والعلوم الأمريكية إلى السلطنة. الولايات المتحدة تشيد بدور السلطنة في حل العديد من القضايا ودورها في استقرار المنطقة. معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد أن سياسة السلطنة لن تتغير لارتباطها بالحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. مسلحو داعش يسيطرون على بلدات بمحافظة الأنبار ووصول الدفعة الأولى من الخبراء الأمريكيين لتقييم الوضع على الأرض. اتفقت السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية على نقل التكنولوجيا والعلوم الأمريكية إلى السلطنة. جاء ذلك عقب لقاء جمع معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمعالي جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن. اجتمع معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع نظيره الأمريكي جون كيري بمقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن. وقال معالي يوسف بن علوي بن عبد الله إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. هو طبعا من جانبنا نحن كان الهدف الأصلي هو أنه في قضايا أو قضيتين، القضية الأولى تتعلق بنقل التكنولوجيا والعلوم إلى السلطنة، وهذا صار لنا فترة طويلة نتباحث فيها، وتم الآن الاتفاق على أن فريق العمل المشترك سوف يلتقي قريبا ويحدد الإطار العام هذا التعاون. وهذا طبعا حنعلق عليه أهمية كبرى لنقل التكنولوجيا إلى السلطنة في مجالات مختلفة، والهدف في هذا هو أن تكون هذه التقنية وهذه العلوم متاحة للشباب العماني وللمؤسسات العمانية في بأعلى مستوى ممكن. الأمر الثاني طبعا كان في عندنا برامج مشتركة في الجانب الاجتماعي والفني، وهذا الأمر محتاج إلى مراجعة، واتفقنا على أن المراجعة يتم اللقاء فيها قريبا. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن هذا اللقاء يعد فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتحقيق المزيد من التطلعات، مشيدا بمثابة العلاقات التاريخية بين واشنطن ومسقط. لقد ناقشنا عدة قضايا اليوم، ومن بينها رغبتي في الاستشارة مع الوزير وكذلك صاحب الجلالة من أجل إيجاد سبل للتعاون بيننا بمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات التي تتعرض لها بعض دول الخليج. وبما أن عمان معروفة بدورها في مجلس التعاون الخليجي، فنحن اليوم نبحث عما هو أفضل للمنطقة ولا سيما العراق. وأضاف جون كيري أن الولايات المتحدة الأمريكية تقر بدور السلطنة البارز في شؤون المنطقة وتعتبرها شريكا استراتيجيا واقتصاديا يعتمد عليه، فللسلطنة مكانة خاصة في عيون المراقبين الأمريكيين هنا. في أجواء أظهرت دفء العلاقات العمانية الأمريكية، يقول المراقبون إن هذه الزيارة تعتبر تتويجا لمسيرة طويلة تجمع البلدين، وكذلك مناسبة جديدة لتقييم مستوى هذه العلاقات وبحث سبل تعميقها وتوسيعها. فيروز الكرواني، تلفزيون سلطنة عمان، واشنطن.
وعلى صعيد آخر، أشار معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى أن السلطنة من أوائل الدول التي وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التجارة الحرة، وذلك لاعتبارات سياسية واقتصادية. السلطنة وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الحرة، السوق الحر، في وقت ما كان في كلام عن ما تأشرت إليه، الملف النووي الإيراني، وتفاوضنا معهم بطريقة متساوية لين وصلنا إلى هذا الاتفاقية، وكان لها أهداف. يعني طبعا في دول الخليج اللي وقعوا الاتفاقية هي السلطنة ومملكة البحرين، في ظل ظروف كان في ذلك الوقت هذه الاتفاقيات التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق بوش كانت لأهداف سياسية، وكان من أهدافها هي أنها وسيلة لما يعرف بالشرق الأوسط الجديد. فهناك من اغتنم هذه الفرصة وعمل، وهناك من رأى فيها أنها لا تضيف إليه شيء. يعني نحن من الدول التي وقعنا هذه الاتفاقية لاعتبارات، يعني في النظرة العمانية، وهو أنه هذه تقلب الاستثمارات بعين على الاقتصاد الأمريكي، وهذا اللي حصل. وفيما يخص قضايا الشرق الأوسط، أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة قدمت للولايات المتحدة الأمريكية مساعدات في كل مراحل الأزمات التي عصفت بالمنطقة، مشيرا إلى أن سياسة السلطنة الخارجية لن تتغير طالما مرتبطة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق. وفي قضايا الشرق الأوسط ما في شك أن السلطنة قدمت للولايات المتحدة الأمريكية مساعدات تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية في كل مراحل الأزمات التي عصفت بها المنطقة. نعم، يعني باعتبارا من أيام أزمة أفغانستان وحتى الآن، وما زلنا في العاصفة هذه القائمة، ولن تتغير هذه السياسة طالما هي مرتبطة بتحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن في هذه المنطقة وغيرها من المناطق. وإلى الأخبار العربية والعالمية، فبعد يوم من سيطرة تنظيم ما يعرف بداعش على مدينة القائم العراقية التي تضم معبرا حدوديا مع سوريا، وسعت الجماعة المسلحة نفوذها نحو مناطق جديدة في محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد. يأتي ذلك فيما وصلت الدفعة الأولى من الخبراء الأمريكيين إلى بغداد لتقييم الوضع على الأرض. بالآلاف مدعومين بمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية، نظم أتباع التيار الصدري استعراضا عسكريا تحت اسم سرايا السلام. الشرارة الأولى هي الاستعراض لإعطاء جرس إنذار إلى داعش وإلى القاعدة وكل المتعاونين معهم بأننا موجودون. لذلك هذا الاستعراض سوف يكون نقطة تحول من موضوع المقاومة الشريفة للدفاع عن العراق خلال هذه الفترة التي يمر بها العراق العربية. على الولايات المتحدة الأجدر أن تتدخل عسكريا لحل أزمة العراق، لأن هنالك اعتداء خارجي وهناك جماعات مسلحة مسيطرة على أراضي عراقية، وهذه الأراضي وهذه الجماعات قد تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح العراق، ليس في العراق فقط وإنما في منطقة الخليج وفي تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط. هنالك منشآت نفطية، هنالك قواعد عسكرية، هنالك سفارات أمريكية. حجم المشاركة الكبيرة في الاستعراض لم توقف تقدم المسلحين وتحركاتهم على محاور أخرى من المدن العراقية، إذ تمكنت هذه المجاميع من دخول مدن القائم وراوة في الأنبار أبرز النقاط الحدودية العراقية مع سوريا بعد اشتباكات دامية مع قوات الجيش العراقي الذي
يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في محافظة صلاح الدين. وبموازاة الأعمال العسكرية، أعلنت مصادر أمنية عن وصول أول دفعة من المستشارين العسكريين الأمريكيين المكلفين بتقييم الموقف على الأرض. وصول 300 خبير أو مساعد أو حتى مجند إلى العراق لحل المشكلة العسكرية التي يعيشها العراق اليوم. هناك أزمات كثيرة، نعم، قد تقدم حلا إيجابيا فيما يخص الحصول على المعلومة الاستخباراتية استباقيا، ومعلومة حقيقية يمكن أن تعتمد عليها الأجهزة أولا الأمنية وقواتنا المسلحة بتنفيذ بعض الضربات التي قد تكون نوعية من خلال استهداف أماكن تواجد وخلايا وجيوب تنظيمات داعش والقاعدة والعناصر المسلحة التي تقاتل معها. أما محيط مصفى بيجي فقد عاود الجيش العراقي السيطرة عليه بعد معارك ضارية مع مسلحي داعش أوقعت العشرات في صفوف الطرفين. ما يحدث من معارك في مناطق شمال وغرب العراق أشبه بعمليات كر وفر يستخدم فيها المسلحون حرب العصابات لتقليل خسائرهم عند الاشتباك المباشر، أسلوب بات مكشوفا لدى الأجهزة الأمنية العراقية. لتلفزيون سلطنة عمان، ناغم التميمي، بغداد. في سوريا قتل 7 من مقاتلي المعارضة السورية وأصيب آخرون في اشتباكات ومعارك مع الجيش السوري في محافظة دير الزور بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أضاف المرصد أن 3 من مقاتلي المعارضة عثر على جثامينهم بالقرب من شاطئ نهر الفرات، وذلك بعد اختطافهم منذ 3 أيام على أيدي ما يعرف بمسلحي داعش. وتعرضت مناطق تابعة لأحياء درعا البلد وحي جوبر بالعاصمة دمشق لقصف عنيف من قبل القوات السورية دون ذكر سقوط قتلى أو جرحى. ونبقى في الشأن السوري، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن نحو نصف سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة. وأشار بان كي مون إلى أن نحو 4 ملايين سوري أيضا من أصل 10 ملايين بحاجة إلى مساعدات، لكن الحصار المفروض على بعض المناطق يجعل الوصول إليها أمرا مستحيلا. بان كي مون أدان استمرار رفض سوريا السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن حسب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في فبراير الماضي. طالب ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بحماية المدنيين الفلسطينيين من العقاب الذي وصفه بالجماعي والذي تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة. في الأثناء اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين في اليوم 10 من حملة المداهمات والاعتقالات التي ينفذها منذ اختفاء 3 شبان إسرائيليين بالقرب من مستوطنة جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر إن بين المعتقلين 10 فلسطينيين أفرج عنهم في إطار صفقة إطلاق سراح الجندي جلعاد شليط في 2011 مقابل نحو 1000 أسير فلسطيني. قضت محكمة مصرية اليوم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوى بمحافظة المينيا جنوب القاهرة في أغسطس الماضي. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 25 عاما على 4 متهمين آخرين، وبرأت 496 شخصا من مجموع 683 شخصا يحاكمون في هذه القضية. في الأزمة الأوكرانية، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلق بلاده إزاء تصعيد القوات الأوكرانية من عملياتها العسكرية رغم إعلان كييف عن خطة سلام ووقف لإطلاق النار. وذكر لافروف أن تصعيد عملية مكافحة الإرهاب من قبل أوكرانيا وعرض عملية السلام لروسيا أمر ليس بالمطمئن ومدعاة للقلق. وأضاف لافروف أن خطة السلام التي عرضها الرئيس بيترو يونيكوشيف تفتقد إلى عناصر أساسية من بينها المفاوضات، وتختلف اختلافا جذريا عن الإعلان الذي دعمه الشركاء الغربيون.
قتل 30 شخصا في ضربات جوية نفذها الجيش الباكستاني ضد معاقل للمسلحين شمال غرب باكستان. وذكرت مصادر من الحكومة الباكستانية أن القوات قصفت بطائراتها الحربية معقلين اثنين تابعين للمسلحين في مقاطعة خيبر على الحدود الباكستانية الأفغانية، وأسفر عن مقتل 10 من المسلحين. كما قصفت أيضا 3 مواقع تابعة للمسلحين في منطقة خوسخيل بمنطقة وزيرستان الشمالية، وأدى إلى مقتل 20 آخرين. قتل 3 عسكريين من القوة الدولية إيساف نتيجة تفجير قنبلة يدوية الصنع في ولاية هلمند جنوب أفغانستان حسبما أعلن حلف شمال الأطلسي. من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن العسكريين 3 هم أمريكيون. وقع الانفجار في منطقة ناد علي في ولاية هلمند كما أعلنت السلطات الأفغانية. هذا وتبنت حركة طالبان الهجوم في بيان لها. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. وسط توقعات بموسم استثنائي هذا العام، بدء اليوم موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار. السلطنة والولايات المتحدة تتفقان على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والعلوم الأمريكية إلى السلطنة. الولايات المتحدة تشيد بدور السلطنة في حل العديد من القضايا ودورها في استقرار المنطقة. معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد بأن سياسة السلطنة لن تتغير لارتباطها بالحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. مسلحو داعش يسيطرون على بلدات بمحافظة الأنبار. وصول الدفعة الأولى من الخبراء الأمريكيين لتقييم الوضع على الأرض. أهلا بكم من جديد. تحظى الأنشطة الشبابية باهتمام كبير من قبل وزارة الشؤون الرياضية، وخاصة خلال الإجازة الصيفية، وذلك لما تمثله من انتقال للرؤى والأفكار المختزنة لدى الشباب العماني، والتي تؤكد على مدى التواصل ما بين أطراف منظومة العمل الشبابي في السلطنة. وكان للمسرح نصيبه من تلك الأنشطة بولاية إبرة. التقرير التالي يتناول جانبا من هذه الدورة. مجموعة من الشباب جاءوا من مؤسسات تعليمية عدة ليشكلوا مجموعات حوار في مجال المسرح في دورة تدريبية تستهدف المواهب الشابة في هذا المجال، ضمن رؤية شبابية تعمل على تنمية الحس المسرحي لدى الشباب من خلال جملة من الدورات التدريبية بشقيها النظري والعملي في إعداد الممثلين والمخرجين المسرحيين وفني السينوغرافيا المسرحية وكتابة النص المسرحي. هذه الدورة التدريبية تعنى بالشباب الذي لديه حب المسرح وكسب المهارات المسرحية وأساسيات المسرح. الدورة قامت بمجموعة من المجالات التي تعمل عليها، مجال كتابة النص المسرحي، مجال الإخراج المسرحي، ومجال استخدام التقنيات الحديثة في السينوغرافيا. هذه الدورة التدريبية بنادي الاتفاق بولاية إبرة تأتي ضمن البرامج الشبابية التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية لهذا العام،
لتشكل رافدا هاما من روافد الحركة المسرحية في السلطنة، بحيث ستعمل على ترسيخ الكثير من المفاهيم المسرحية لدى المشاركين، والتي بدورها ستسهم في تشكيل فرق مسرحية بولايات محافظة شمال الشرقية. طبعا تسليط الضوء بشكل أكبر على الجانب المسرحي، خاصة أن احنا عندنا هنا في المنطقة الشرقية، وأيضا أنك أنت تركز على المواهب وتحاول من هذه الدورة التدريبية تطورها تنميها وتفتح لها المجال في الجانب المسرحي أكثر. الكل هنا في هذه الدورة جاءوا لاكتساب المعرفة، فمنهم من ذهب بفكره في كتابة نص مسرحي، ومنهم من أبدع في إخراج ذلك النص على خشبة المسرح، والبعض منهم من جسد الأدوار بكل واقعية. بصراحة أنا انضممت إلى هذه الدورة لأنمي موهبتي في كيفية كتابة النصوص المسرحية. هذه الموهبة بدأت معي منذ الصغر، أريد تنميتها. دخلت لهذه الدورة لأنني عرفت بأن منظميها شباب مبدعين. تأتي هذه الدورة التدريبية في مجال المسرح ضمن برنامج الأنشطة الشبابية التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية بالأندية والمجمعات الرياضية، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال. سعيد بن سيف الحبسي، ولاية إبراء، محافظة شمال الشرقية. بدأ فلكيا اليوم في محافظة ظفار موسم الخريف الذي يستمر حتى أواخر شهر سبتمبر القادم، حيث تتميز المحافظة خلال هذه الفترة بجمال الطبيعة والطقس الاستثنائي وتساقط الأمطار والرذاذ وانتشار البساط الأخضر في السهول والجبال. في مثل هذا اليوم 21 من شهر يونيو من كل عام تستقبل محافظة ظفار فصل الخريف حسب التقديرات الفلكية، والذي يعد من أهم المواسم السياحية في منطقة الخليج العربي. الطبيعة في ظفار تزدان روعة وجمالا في موسم الخريف بتواصل هطول الأمطار الخفيفة، كما ينتشر الضباب وتكتسي الجبال والسهول باللون الأخضر، فترسم لوحة فنية تسحر العيون بجمال الطبيعة. ومع هذا المناخ الاستثنائي تستعد الجهات الحكومية والخاصة المعنية سنويا لاستقبال الأفواج السياحية من خلال توفير التسهيلات والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات القادمين إلى المحافظة. وأشارت نتائج حصر ومسح زوار خريف صلالة في العام الماضي إلى ارتفاع عدد الزوار بنسبة 23% مقارنة بالعام 2012، ليصل عددهم في العام الماضي إلى أكثر من 400,000 زائر. وجاء السياح من دولة الإمارات بالمرتبة الأولى من حيث عدد الزوار الخليجيين غير العمانيين، حيث بلغ عددهم أكثر من 72,000 زائر، أي بنسبة 17% من إجمالي عدد الزوار، فيما جاء الزوار السعوديون في المرتبة الثانية بما نسبته 40%، حيث بلغ عددهم أكثر من 16,000 زائر، تلاهم الكويتيون ثم البحرينيون. ننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل يعقوب بن سليمان المعمري. شكرا إبراهيم، السلام عليكم، أهلا بكم وتتابعونا في الموجز الاقتصادي. أكثر من 272,000 سجل تجاري في السلطنة بنهاية العام الماضي. أشارت إحصائيات المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد السجلات التجارية التي قيدت بالوزارة بلغت حوالي 272,000 سجل تجاري بنهاية العام الماضي في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمكاتب المهنية. أكثر من 272,000 سجل تجاري في سائر الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمكاتب المهنية قيدت في المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة حتى نهاية العام الماضي، أي بنسبة زيادة قدرها 9.2% عن عام 2012.
هذا ما أوضحته آخر الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، فيما بلغ حجم تجارة الفرد 174,399 سجلا بزيادة قدرها 8.1% عن عدد سجلات الفرد عام 2012، في حين بلغ عدد سجلات الشركات محدودية المسؤولية 37,682 سجلا تجاريا، بينما بلغت سجلات الشركات التضامنية 34,083 سجلا بزيادة قدرها 0.11% عن عدد السجلات عام 2012. وأشارت الإحصائيات أيضا إلى ارتفاع عدد سجلات شركات التوصية بنسبة 12.7%، كما بلغ عدد الشركات المساهمة بنهاية العام الماضي 328 شركة بزيادة نسبتها 2.2% عن عام 2012. ومن ناحية شركات الاستثمار الأجنبي فقد بلغ عددها أكثر من 6000 شركة بزيادة قدرها 4.15% عن عام 2012، في الوقت الذي بلغ فيه عدد فروع الشركات العالمية بنهاية العام الماضي 519 شركة بنسبة زيادة قدرها 4.19%. وأشارت الإحصائيات الحديثة إلى ارتفاع عدد مكاتب التمثيل التجاري إلى 12.9%، وبلغ عدد المعاملات المستلمة لإنجاز معاملات تجارية مختلفة في مكاتب وزارة التجارة والصناعة والمديريات التابعة لها في المحافظات ومكاتب السند نحو 396,666 معاملة بزيادة قدرها 32.2% عن العام الذي سبقه. بلغ إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس مع نهاية شهر أبريل من العام الجاري نحو 1,940,000 طن، مقارنة ب 727,000 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهد إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة بميناء صلال ارتفاعا بنهاية شهر أبريل بنسبة بلغت 43.9%، إذ بلغ 3,679,000 طن مقارنة مع 2,556,000 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير والسيارات بالإضافة إلى عدد من البضائع الأخرى أهم البضائع المفرغة والمشحونة بميناءي السلطان قابوس وصلالة. بلغ عدد المواطنين الشاغلين لعدد من الوظائف والمهن في القطاع الخاص خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1500 مواطن، وذلك بحسب مؤشر حركة التشغيل الأسبوعي لوزارة القوى العاملة، حيث مثل قطاع الإنشاءات نسبة 30%، كما مثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية نسبة 17%، أما قطاع الأنشطة العقارية فقد مثل نسبة 14%، وقد سجلت مؤسسة خدمات الأمن والسلامة أعلى نسبة تشغيل خلال الأسبوع بتعيين أكثر من 100 مواطن، تلتها شركة اتحاد المقاولين العمانية بتعيين أكثر من 70 مواطنا، تلتها شركة الطيران العماني بتعيين أكثر من 30 مواطنا. بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة لنتائج شهادات الإيداع العماني الإصدار رقم 872 بلغ 476 مليون ريال عماني، وكان متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات 12%، فيما بلغ على سعر مقبول 13%، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 18 يوما، حيث سيتم استحقاقها في 16 من شهر يوليو المقبل، علما بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من 18 وحتى 24 من شهر يونيو الجاري هو 1%.
طالب ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي بمنح المفوضية الأوروبية المزيد من السلطات بغرض التغلب بشكل دائم على الأزمة المالية. وأضاف دراغي أن إجراءات مثل تشديد اللوائح الخاصة بالميزانية وإنشاء اتحاد لمصارف منطقة اليورو ليست كافية، مطالبا بتنفيذ إصلاحات هيكلية وفقا لمعايير موحدة. من ناحية أخرى، رأى دراغي أن الأخطار التي تهدد منطقة اليورو مصدرها استمرار المعدلات العالية للباحثين عن عمل التي اعتبرها أنها تؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي. نهاية الموجز الاقتصادي، شكرا لكم وعودة إلى إبراهيم. شكرا يعقوب. شهدت مدينة البندقية الإيطالية حضورا إفريقيا كبيرا، وذلك في فعاليات معرض بينالي البندقية 14 في عالم المعمار. قدم المشاركون فيه مزيجا من التصاميم والتركيبات الفنية التي أظهرت أثر تعدد الثقافات في التحولات العصرية. كيف قدمت الحداثة نفسها في عالم المعمار خلال 100 عام الأخيرة؟ سؤال يجيب عليه بينالي البندقية 14، أحد أهم الفعاليات في عالم المعمار في العالم، وقد شهد هذه الدورة حضورا إفريقيا طاغيا. البينالي يعقد في قاعة تابعة للبحرية الإيطالية في مدينة البندقية، ويقدم مزيجا من التصاميم والتركيبات الفنية، ويضم أجنحة معارض من 65 دولة، من بينها 10 دول إفريقية تشارك للمرة الأولى. ويهيمن على البينالي موضوع استيعاب الحداثة، ويحاول المشاركون إظهار الأثر الذي تركه تعدد المواد والثقافات والمناخات السياسية على التحولات العصرية. وقدمت موزمبيق ملامح التناقض بين الحياة في المستعمرة البرتغالية السابقة وتصميمات المنازل عالية التقنية، فيما قدمت العمارة من شمال أفريقيا نماذج مصغرة للبلاد تعكس تأثيرات بربرية وخطوط مستوحاة من العمارة الفرنسية والإسلامية. وعرضت مصر فكرة البناء من دون قيود رسمية، أظهرت فيه نماذج من عمارة الفراعنة والعمارة الفاطمية والمملوكية. بالنسبة للجزء اللي احنا بنتكلم عنه عن العمارة في مصر دلوقتي، هو الجزء الخارجي كله من الإنستليشن. ده بيحكي قصة العمارة في مصر دلوقتي، أو بيعرضها بشكل أبستراكت شوية. احنا كل اللي عاملينه احنا عاملين بروجكشن على الكتل اللي هي متاخده تقريبا من نفس النسب اللي موجوده للعماره موجوده دلوقتي المصريه، واللي هي ما بتمثلش اي جزء من الاجزاء الاحتياجات للمواطن. ويتضمن البينالي لقاءات بين كبار المعماريين وندوات علميه وفعاليات ثقافيه وفنيه، ومن المقرر ان يستمر 6 أشهر تنتهي في 23 نوفمبر. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين: السلطنة والولايات المتحدة تتفقان على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والعلوم الأمريكية إلى السلطنة. الولايات المتحدة تشيد بدور السلطنة في حل العديد من القضايا ودورها في استقرار المنطقة. معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد بأن سياسة السلطنة لن تتغير لارتباطها بالحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. مسلحو داعش يسيطرون على بلدات بمحافظة الأنبار، ووصول الدفعة الأولى من الخبراء الأمريكيين لتقييم الوضع على الأرض. ألتقيكم في الواحدة صباحا بإذن الله، إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا وإلى آخر الأحوال الجوية. كثيرا ما نسمع عن اتفاقية كيوتو الخاصة بالتغير المناخي، وهي اتفاقية بيئية دولية تهدف إلى تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون حدوث تداخل خطير مع النظام المناخي. وأهم التزامات هذه الاتفاقية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والمحافظة على المسطحات الخضراء قدر الإمكان، وإنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، وتوعية الناس في مجال تغير المناخ للتقليل من هذه الغازات. ومباشرة من كيوتو إلى أجواء السلطنة وآخر صور الأقمار الاصطناعية التي توضح استقرار الأجواء في شبه الجزيرة العربية بشكل عام، فقط بعض السحب المحلية التي تنشأ هنا على جبال الحجاز والجبال اليمنية. خريف محافظة ظفار أو خريف الصلالة بدأ فلكيا اليوم، وتشير التوقعات إلى خريف جيد هذا العام بمشيئة الله. ومباشرة إلى أجواء السلطنة وتوقعات النهار القادم، ونبدأ بالرياح. الرياح مثل ما تلاحظون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الوسطى وظفار، تكون نشطة أحيانا تصل إلى 15 عقدة، والبحر هائج الموج ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، والرطوبة النسبية بين 75 و 95% على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. هنا في محافظة مسندم غرب المحافظة الرياح جنوبية غربية تصل إلى 10 عقد، وسواحل المحافظة هادئة الموج ويصل أقصى ارتفاع للموج متر وربع المتر، وسواحل بحر عمان الرياح شمالية شرقية تصل إلى 10 عقد أيضا، والبحر بين هادئ إلى متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا ونصف المتر، ورطوبة بين 35 و 70%. إلى أجواء مسقط المشمسة، ودرجة الحرارة عند أوائل الأربعينات جنوب الباطنة الجبلية قد تشهد تكون بعض السحب خلال فترة ما بعد الظهيرة. فرستاق 43 درجة مئوية، صحار 37، والأجواء مشمسة مشمسة كذلك هنا في محافظة مسندم مثل ما يبدو في خصب، ودرجة الحرارة 42 درجة مئوية. شمال الشرقية أيضا بعض السحب المحلية و44 درجة مئوية، 44 أيضا في نزوة مع احتمال تكون بعض السحب، 22 درجة في جبل شمس، وحول منتصف الأربعينات في محافظة الظاهرة في عبري وفي البريمي 43 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. إلى صلالة الجميلة، وتوقعات ببعض الأمطار الخفيفة خصوصا فوق الجبال، 31 درجة مئوية، 39 في ثمريت، وفي هيمة 43 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. هنا في جزيرة مصيرة درجة الحرارة حول منتصف الثلاثينات مع بعض السحب المنخفضة أيضا، وفي صور بمحافظة جنوب الشرقية الأجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة 40 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.